اليوم معي نجم الأغنية الشعبية المطرب المصري الرائع شعبان عبد الرحيم، برحب فيك معنا شاشة الغد، منور متألق وكل عام وحضرتك بخير. صباح الفل أستاذ، كل سنة طيب. في البداية طبعا ما فيش خيمة رمضانية بتحلى غير بوجود شعبان عبد الرحيم، لو بتقولنا كيف بتقضي الأجواء الرمضانية بشكل عام؟ والله أنا بنام بالنهار، يعني أقوم أصلي الظهر وأنام تاني لحد ما المغرب يدن، وبعد ما المغرب يدن بننزل بقى نروح الخيمة يعني. انت بتحب تقضي الاجواء الرمضانيه بشكل عام في الخيمات الرمضانيه واحياء الحفلات، والجمهور طبعا بيستقبلك استقبال رائع يعني، فلو تحكي لنا اكتر عن حفلاتك في شهر رمضان المبارك الان. الحمد لله، انا على فكره ممكن اقول لك ما بشتغلش في السنه كلها اكتر من رمضان، يعني بشتغل، بحب انا الشغل في رمضان، والناس بيجيبوني انا اكتر في رمضان عشان الواحد بيقول حاجات فرايح كده بتفرح الناس يعني. خليني اعرف يعني البوماتك اغاني المقبله لشعبان عبد الرحيم، متعودين نشوف بتفاجئنا دايما من كل فتره والتانيه باغاني سنجل، ايه اعمالك المقبله جمهورك حابب يعرف؟ انا بعمل اغاني تبع حدث الحدث، يعني يحصل اي حدث بروح اعمل عليها اغنيه على طول في نفس اليوم، يعني انا ما بعملش اغنيه واصورها وانزلها فيها حب والحاجات دي، انا بعمل حاجات تبع الاحداث اللي بتنزل في المجتمع. هو انا مش لاقي، بالنسبه للافلام مش لاقي فيلم حتى يضاهي الفيلم بتاع مواطن المخبر الحرامي اللي انا كنت شغال فيه، على اساس ده فيلم جامد وكان واخد جوائز، وزمان شاف بقى الافلام الجديده يعني الواحد ما قدرش يشتغل فيها، حتى كلها مشاكل وخناقات وسنج ومطاوي وحاجات ما تنفعش تخش البيوت حتى. زمان انا فرحان انا بشتغل في مسرح، بالنسبه لي احسن من المسلسل واحسن من الفيلم واحسن من الشغل بتاع الافراح اللي انا فيه، المسرح ده في دمي، بص موت، هو ده اللي لو انا ما اشتغلش فيها ابقى زعلان، انما مسلسل انا مش زعلان ولا اي حاجه. انت ليك ستايل خاص، ملبس ومظهر خاص، اكسسوارات خاصه، كلمنا عن مظهر شعبان عبد الرحيم. هو ده كده طبيعتي وانا ما اقدرش اتغير عن كده، حبيت من قيمه شهرين كده اغير والبس بدله عاديه، يعني انا ما بقتش مرضي، فرجعت تاني المشجر زي ما انت شايف كده. بتحب تتفاعل على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام؟ والله انا من الحاجات اللي بعملها على طول بتعمل كده لوحدي، مش انا اللي بعملها. انا عندي فيسبوك ما بفهمش الا حاجه واحده بس، انزل صور فيه، ولا بعرف استقبل حد ولا اكلم حد ولا حد يكلمه، بنزل صور. استقبلت اصابه محمد صلاح ازاي من راموس؟ لا ده انا شفتها وبعدين ناس جابوها على النت قدامي، زعلت عليه. زعلت على المنتخب وتوقعت ايه اللي ممكن يحصل، وهل تتوقع ان محمد صلاح ان شاء الله ربنا يشفيه وينزل يشارك مع المنتخب في كاس العالم او لا؟ بامر الله انا بتمنى يعني ان هو ينزل ويشارك وربنا يشفيه ان شاء الله. هتشوف اغنيه للمنتخب قريبا؟ انا هعمل، وهعمل اغنيه كمان للواد اللي هو كسره ده، هعمل اغنيه اكسر فيها رقبته ان شاء الله. وحاوي يا وحاوي ايوه، رحت يا شعبان جيت يا رمضان، رحت يا شعبان اللي هو انا، جيت يا رمضان. وحاوي يا وحاوي، بس خلاص كل سنه وانتم طيبين جميعا.